الامير اللي كيديروا لها لوبيراسيون لقاو عندها السرطان. راها من دير دور دركا وين عطاو لها الراديوثيرابي وتشوف راديوثيرابي من دير دور دخلت الفوضوي خلاص لو كان عندها 4 سنين وبيها يلقى باش يدير لها السالير ما تلحقش لهذا المرض وما تكبر لهاش الحبه. طفله صغيره 14 عام راح لها النظر. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لقوا فيها حبه، ديك الحبه طلعوها ويكثر خيرهم. ربع مستشفيات بداها من البليده للمستشفيات الاخرى للبليده المصطفى باشا المايو ما قبلوهاش الزمير لي يكثر خير هذاك الفرملي اللي راح منا معاهم. موالف ويعرف حنايا في اللي تلاقينا به عند الباب كنت نتهلا فيهم زعما نعرفه شخصيا. قال لي كيما موالف انا رحت معاه قدام مره شدوهم في زمير اللي كيداروا لها لوبيراسيون لقاو عندها السرطان. راها من دير دور دركا وين عطاو لها الراديوثيرابي وتشوف راديوثيرابي من دير دور دخلت الفوضوي لو كان عندها 4 سنين وبيها يلقى باش يدير لها السالير ما تلحقش لهذا المرض وما تكبر لهاش الحبه. طفله صغيره 14 عام راح لها النظر. ذيك النهار كي دارت العمليه قالت لي بابا راني نشوف. وين لحقنا؟ راحت الضمائر باسكو علاه ما كانش لو بريفي حليل وما راحش يدير لها سكانير باطل. صح السبيطار عليه كل عام جلبه يجيبوا لها لي راديو كل عام يجيبوا لها الماتيريال وما كانش. علاه؟ باسكو ماهوش يجيبوا في لي سبيسياليست. جيبوا لهم سبيسياليست جيبوا لهم ناس ربوا ناس جيبوا لنا نربوا كيما رانا نربوا في ولادنا نربوا الناس باه يتعذبوا. راك جاي تخدم حرر شهريتك يا ربي حرر شهريتك وخدموا للناس شوية. هذه الصحة كيما راكم حسبي الله ونعم الوكيل. رانا نبداو قال لك تنظفوا السلالم من الاعلى كيما رايحين ننظفوها من بوتفليقه واهبط ننظفوها من المدير واهبط من الوزير واهبط ماشي من تحت. ما يفوق تتنظف السلالم ما تسيقوش سكاليات من تحت سكاليات يسيقوا من فوق. العبارة كي تتحكم زين وكي تخدموا ناس عندها كفاءة كي تخدموا ناس ماشي داخلة بالرشوة. سياسة 30 مليون وقيل سنارها طلعت ب 40 مليون بعد ما يخدم لا والله ما يخدم يرفضوا في الدار وتساهم مترسمين في الدار ويخلصوا ب 4 ملايين وخمسة. شوية شوية يا ربي راه كاين ربي ربي يحاسب دار الجنة ودار النار. صح شوية وعي راه مريض راه بين يديكم مستشفى راه للجميع اللي ما تابه يروح لجماعة الدراهم. صح اللي ما عندوش وين صح عندنا ربي صح شوية السبيطار ينقص فيه 1% تاع أمل شوية يرفع الروح والمورال. يا فراملة يا طبة يا خدامين ارحموا المريض راه يجيكم تعبان راه يجيكم يبكي اشفعوا فيهم. خذونا متخنزير وتشوكير وتعنطر تعنطر في دارك تعنطر على ولادك على سيادك ما تعنطرش على المريض كي يجيك باب المسكين. سرقوا في الدواوات وتبيعوا فيها منا ومنا في لي سال دو سوا تعطوها للفرنسية عيب عليكم وحرام عليكم. ما نهدروش على الحرام نهدرو قاع العيب. الحرام راه ربي راه داير الجنة والنار. شوية خافوا ربي في هذا المريض خافوا ربي في الجلسة مليونية مليونية بصح ما كانش اللي عنده نيفة. أشوية اشفعوا فينا رانا مرضى نطلعوا للسبيطار على الزوج تاع الليل ما كاش حتى يبرد تنقص الصرف ما كاش حتى راديو في الليل يقولوا روح قدوه. بعدي سنة قدوانا علاه طلعت للسبيطار انا قدواني السنة ثاني راه عندي مكتوب اللي يكتبوا جيراني وخاوتي نطلبهم يطلعوني للسبيطار. يا ناس ضمائركم هي ضمائركم. اليوم ماكش مريض قدوه يمرض ابنك ونعرفوا تعرف الجرح إذا جرح ما مسكش اليوم أكيد يمسك. هذه راها الدنيا نعورة الدور الضحكة تدهميك والمرضى تدهميك والبكية تدهميك. مدام كنا على الكلمة تاع اليوم برك بعد اليوم خرجنا وكل سبت نخرجوا بإذن الله. اليوم خرجنا على جال المستشفى وعلى جال التعطير وعلى جال كل شيء ماشي قاشم ماشي تجيبوا لنا احنا مستشفى وتقولوا جوازير. ذاك العام جات الليل على جال باه يدير به البوط لا لا حوس على مستشفى يمرضوا فيه المرضى ويشفوا فيه باش يجيبوا لنا الطب بخمسة وبعشرة وبعد يدير لاكارت في دارو. كي يجي هنا في الليل يقول لك طبيب ما كانش فرملي ما كانش واحد يقول لك انا ستاجير. حرام عليكم خافوا ربي فينا يا إدارة خافوا ربي في المريض. بارك الله فيك يعطيك الصحة صحيتي بارك الله فيك. ها هي وين عندها ثلاثة دفنتهم
ابنتهم وين راهي تروح؟ انا ثلاثه انا كي يديروا لي يقولوا لي بسير من ورقلات فايتيلهم بنات يبعثوني الموكل في الخطري ولا ولا دادا فايت يبعثوني للزير بيحطيني رنديبو وبعد يقول حقيقي حدني يقول لي عافية 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 كل شيء أشكر هذا الشباب اللي نشكرهم شكر جزيل كما قلت الأخت اليوم المرض رينا نشوفه لياخد ونشوفه عندي أنا وأنا راحوا لي ثلاثة ما توليت هذا المرض يبعثوني الورقة 500 كيلو متر باع الروح حتى نموت المريض نتاعي يبعثوني للزائر يقول لك الرنديبو منا على عام من حقوق سير ثاني راه أنا لا ثاني راه هو أمين أمين ربي شفيهم إن شاء الله أمين 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 أنا قاع وليداتك أنا قاع وليداتك جلا أنا قاع وليداتك ربي يحفظك جلا ربي يحفظك جلا ربي يحفظك ربي يحفظك جلا تعال هذا الشباب اللي خرج من الطلب تاعنا بيشرانا قال نمشي قا هكذا لازم الطلب تاعنا يكون في مستوى والله والله العظيمه اللي طالبه انا ما يجي لي حتى حيه عقوطه تاع كيما لازم نفهم